السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في طبق جديد اللي بيحتوي على السكر. المرة الماضية عملنا رز بالسكر، اليوم رز شامي. هنحتاج له سكر ونكرمله، بصل، ثوم، قرفة، فلفل حار، ملح، في عنا ماء الكادي وزعفران، دجاج ومستكة. أول شي راح نكرمل كمية السكر، بس تكرملت بضيف لها المي، ضفت لها المي الكافية لسلق الدجاج. بدي أخليها تغلي شوي وبعدين نروح للمرحلة اللي بعدها. هون بدي أحط المستكة، حمصها شوي بشوية زيت، بعدين انزل عليها البصل والفلفل والقرفة والغار، ندبلهم شوي، بننزل عليهم التومة. هلا الثوم، تتبيل بسيط، بعدين رح نضيف الدجاج. الدجاج بالتناوب، يعني بالتدريج عفوا، عشان يتنكه مظبوط وياخذ طعم البصل والمستكة. ما حتأثر ابدا، بس حتعطيها طعم كويس. طبعا بالنسبة للملح رح نملح اكلتنا عادي. هون انا حطيت شوية زعفران بودرة، هون بدي احط عليهم شوية كادي وأدوبهم مع بعض. رح نطبخ فيهم، نحطهم على وجه الرز بالآخر ونخليهم لحتى يستوي، بعدين نطبخ الرز في المية هاي.